حتى الساعة لا تزال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في سان بطرسبورغ منقسمة بشأن سوريا، وتحاول استئناف عملها في أجواء من التوتر بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتحويل الأمم المتحدة إلى رهينة لديها. وقد عرض المشاركون في هذه القمة وجهة نظر بلادهم حول الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية والجدوى من تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ضد نظام الأسد. من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين لمناقشة الملف السوري. موفد يورو نيوز إلى سان بطرسبورغ جيمس فراني يقول: الليلة الماضية فشل الرئيس باراك أوباما في قمة مجموعة العشرين بإقناع المشاككين بضرورة القيام بعمل عسكري في سوريا، وقال للقادة أن هذه المسألة لا تهدف إلى تعزيز مصداقية الولايات المتحدة لكنها من أجل مجلس الأمن نفسه وقدرتها على مواجهة خطر الأسلحة الكيميائية.